الذي تمثله. فهذا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الذي ملأ الدنيا علما وروحانية وحركية ومنهجية وخطا إنسانيا، بحيث كان أستاذ كل مرحلته في العالم الإسلامي، ولهذا علمه يتفجر إلى هذا اليوم، والفكرية إلى المدى الذي تجاوز مرحلته، وما زال الناس في كل مرحلة من مراحل الزمن عندما يقرؤون في كل تراثه، فإنهم لا يملكون إلا الانحناء الفكري لهذا الفكر الذي مهما تقدم الزمن فإنه يبقى في جدته، بحيث تشعر وأنت تعيش في هذا العصر بأنه يحدثك عن مشاكل عصرك، وأنه ينفتح على إنسان هذا العصر ليربي عقله وروحه وليدفع به إلى الحركة من أجل أن تكون الحياة أغنى وترتفع الحياة إلى أعلى ما يريده الإسلام من مستوى. نقف عند بعض النقاط لهذا الإمام العظيم. أولاً، معلم الأمة. إن الإمام سلام الله عليه الذي إذا قرأناه وتابعنا مدرسته فإننا نجد أنها المدرسة التي التقى الجميع عليها، سواء في خطها الفكري أو في خطها الروحي أو في خطها الحركي أو في عطاءاتها الاجتماعية أو في إيحاءاتها وخطوطها السياسية، كل المذاهب اجتمعت على الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، وانبعثت أغلب أو غالبية المذاهب من مدرسة الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، سواء من مذهب الحنبلي أو الشافعي وغيرها من المذاهب. إننا لا نستطيع أن نتصور الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه إنسانا عاش ما يقارب 13 قرن، ولكننا نشعر بأنه كما لو كان يعيش معنا في كل العناوين التي تحدث بها. فقد كان أصحاب المذاهب يلتقون عنده وكانوا ينفتحون على فكره وعلى روحانيته، حتى رأينا مالك بن أنس يحدثنا عن هذه الروحانية التي تفيض على كل جلسائه، فلقد كان أسلوبه أسلوب القرآن، ولقد كان يقول التي هي أحسن ويدفع بالتي هي أحسن، وكان يصبر على نزوات السائلين الذين يتحركون في أسئلتهم على مستوى الجرأة. نتصور الإمام سلام الله عليه جالسا إلى جانب بيته، وهناك قائل يقول له كما لو كان يسخر منه، وهو يشير إلى الطائفين حول البيت، إلى كم تجلسون هذا البيت؟ ولكن الإمام لم ينفعل، بل إنه يتحدث معه برفق ولكن بحذر، حتى يعرفه أن كلامه ليس كلام عاقل يريد أن يحاوره، لكنه كلام معقد يريد أن ينفس عن عقدته. وهكذا الإمام يتقبل كل سؤال، فيأتي إليه شخص ويقول له دلني على معهودي، ويتحدث معه برفق الكلمة التي يريدها أن تكون رقيقة في عمق المعنى، لتدخل إلى عقله برفق ولتملأ عقله بالفكر. وكان يأتيه بعض الناس ليطرح سؤالا أشبه بأسئلة التحدي غير عقلاني منها بالأسئلة التي تمثل جانب الحوار والتعقل، يقول هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا في بيضة
فلا تكون البيضة ولا تصغر الدنيا. أراد الإمام عليه السلام لهذا الشخص الذي لا يتحدث بفكره وإنما يتحدث بسذاجة أن يفتح عقله، فقال لابن هشام الذي نقل له السؤال: انظر أمامك وفوقك وأخبرني ما ترى. فقال: أرى سماء وأرضا ونورا وقصورا وبراري وجبالا وأنهارا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر على أن يدخل الدنيا كلها بالبيضة. لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. لكن هذا لا يكون ناحية فيزيائية، يعني ناحية عقلية مستحيل أن يكون هذا الأمر، لا نقصا في الفاعل وإنما في القابض. القابض ما يتحمل، إنما الفاعل على كل شيء قدير. كان يجيب عليه السلام عن كل سؤال ولا يتعقد من أي سؤال. كان يجلس إلى الناس ليستمع إليهم ويتحدث إليهم بكل رفق. ومن هنا أيها الأحبة، إذا أردنا أن نتحرك في خط الإغمار، مو بس فقط جلوسنا في المأتة، كيف نتحرك في خط الإغمار؟ فإن خط إمامته ولا سيما للعلماء، للمفكرين، للمدرسين، لمن ينهج هذا المنهج التعليم والتدريس، أن يجلس العالم إلى الناس دائما في كل شيء ليجيب عن كل ما يستطيع الإجابة عنه. ولا يمكن أن يتحول العلماء في كل زمان ومكان إلى طبقة تعلو على الناس، ولأن الدكتوراه أتعالى على الناس، مو لأني مدرس أتعالى على الناس، مو لأني عالم أتعالى على الناس، لا، كيف أجيب الناس على أسئلتي؟ هذا التعليم اللي علمنا الإمام سلام الله عليه. بل أن يتواضع العالم والطبيب والمدرس والدكتور للناس كما يتواضع الناس للعالم والطبيب والدكتور وغيره. يتواضع لطالب العلم هنا ويتواضع لطالب العلم هناك. ثانيا، التخطيط لتثقيف الناس. أيها الأحبة، إن الإمام سلام الله عليه كما هو إمامنا فإنه أستاذنا، لأننا لا نزال نقرأ كل فقهه ونقرأ كل فلسفته وكل الخطوط الفكرية والعملية في مدى الأشياء التي نحتاجها في الحياة. لذلك عندما تريدون أن تنتموا إليه فعليكم أن تدخلوا إلى كل حياته وإلى كل رسالاته وإلى كل تراثه، لأنه استطاع أن يعرفنا للإسلام. كأفضل ما تكون المعرفة، نحن نريد أيها الأحبة أن نتوقف عند بعض كلماته لنرى كيف كان يفكر قبل أن يكون إماما بالمعنى العقيدي للإمامة، وكيف كان يخطط. ففي الحديث عن بعض أصحابه وهو هشام بن سالم، حيث ينقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما حضرت أبي الوفاة باقر صلى الله عليه، قال: يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا، هؤلاء الذين رباهم وهؤلاء الذين كانوا يتعلمون عنده. قلت: جعلت فداك والله لأدعنهم، والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا، أي سأعلمهم بحيث لا يحتاجون إلى علم أحد. فما هي دلالة هذا الكلام؟ إن الإمام عليه السلام كان قبل أن يتسلم زمام الإمام يخطط لأن يكون الناس الذين رباهم أبوه والذين يعيشون معه بعد ذلك
على تربية علمية وثقافية بحيث يملكون العلم بالمستوى الذي لا يحتاجون فيه إلى أن يسألوا أحدا. وكان عليه السلام بهذا المستوى من التخطيط العالي لإغناء الناس بالثقافة، بحيث إنه لا يقتصر على أن يسألوه ليجيبوا، بل إنه كان يريد أن يحيط بهم جميعا حتى يعطيهم هذا العلم، وحتى يعمل على أن يتمثلوا هذا العلم في أفكارهم وفي عقولهم. وكان الإمام الباقر عليه السلام يعرف ذلك، حيث ينقل بعض أصحابه وهو أبو الصلاح الكناني يقول: نظر أبو جعفر محمد الباقر إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال: هذا والله من الذين قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كان يعرف طاقته ويعرف كل إحساسه بالمسؤولية، لأن قضية أي إمام من الأئمة فيما نعتقده ليست أنه عالم يريد أن يعلم الناس، ولكنه يتمثل مسؤوليته في كونه امتدادا للنبي محمد. من دون رسولية ومن دون نبوة، بحيث يعيش هم الإسلام وهم المسلمين بالدرجة التي يريد أن يحول الحياة كلها إسلاما في الخط الأصلي. فالإنسان الذي يتصدى للعلم، الإنسان الذي يمتلك العلوم، لا ينتظر الناس يأتون إليه، لأنت أسعى لتعليم الناس، أنت يجب عليك أن تسعى لتعليم القرآن، أنت يجب عليك أن تسعى لتدريس الرياضيات وما إلى ذلك من العلوم التي تمتلكها. لا تنتظر أحد يجيك، لما لم ينتظر أحد علينا أن نسعى. كل إنسان يسعى من جانب مسؤوليته، من جانب علمه، من جانب ثقافته. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. إذا كان موجود في المنطقة أناس مثلاً على سبيل المثال ضعاف في مادة من المواد، سواء كانت أكاديمية أو دينية، إذا كنت أمتلك القدرة على الإعطاء فيجب عليها أن أعطي الناس. لكن الناس كاهلة، صعب أن يروح مثلاً على سبيل المثال إلى معهد أو إلى مدرسة خاصة، بعضهم في القرار. نسعى على مستوى التعليم في المنطقة، مستوى التعليم في القرية، صدق في الفترة الصيفية نسعى لتعليم الناس. هذا منهج أهل البيت سلام الله عليهم، يعني منهج الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني أخيرا وليس آخرا إن شاء الله، قيمة المعرفة في العمل. هكذا نرى الإمام الصادق سلام الله عليه يعني يؤكد المعرفة من خلال أن تكون الإنسان الذي يملك المعرفة التي تمنحك الوعي بعبادتك والوعي بكل حركتك. عن الحسن بن زياد الصقيل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يقبل الله عز وجل عملا إلا بمعرفة. فهل تريد أن يقبل الله صلاتك؟ ما هو معنى صلاتك؟ ما هو فهمك ومعرفتك لما تقرأ من سور وما تذكر من أذكار؟ يستحب يوم الجمعة أن نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لكن ما معنى هذه الصلاة على سبيل المثال؟ وما تفعل مع ركوع وسجود ووقوف بين يدي الله تعالى؟ لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، لأن مسألة العبادة كالصلاة ليست حركات رياضية. حتى الحركات الرياضية في الملعب تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى مهارة. يعني المدرب الذي
يجد أحد اللاعبين لا يفقه في بعض الحركات يخرجها. كذلك الصلاة، كذلك العبادة. فلا بد من أن تنطلق صلاتك لتهدي روحك، لتجعل إحساسك وشعورك في حالة صفاء ونقاء، لتفتح أمامك كل مواقع الصراط تنهاك عن الفحشاء والمنكر. وهكذا بالنسبة للصوم، أن لا يضمأ جسدك أو يجوع مما تحرمه من طعام وشراب، ولكن أن يضمأ جسدك ويجوع من كل الحرام وشراب الحرام وشهوة الحرام. إن علينا أيها الإخوة أن نجعل هذا الجسد وهذه العبادة وهذه الروح تنطلق لله عز وجل، وتكون في سمو ورقي لله عز وجل. هذا هو المطلوب. المطلوب أن نعرف الله حق المعرفة. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك فلن تعرفني. اللهم لا تمتني نيدة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا نفسه إن شاء الله، وأن يميتنا على معرفته ومعرفة رسوله وأهل بيته، وأن يختم أعمالنا بخير، وأن يحفظ علماءنا الربانيين ويحرسهم بعينه التي لا تنام، ويفك أسرانا ويشافي مرضانا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا.